حب يعني شو بقول لك، زي واحد بحب اولاده زي كذا، ما اقدر حتى لو باخذ الجريده معي هيك طلع فيها حتى بدون ما اقراها، خلص عندي عادي. بصراحه امسك الجريده اللي هون لماك لماك ال 150 200 جريده اكون بيع. انا بقول لك وانا عمري 9 سنين كان، انا هلا قديش عمري؟ ولا خلي سر احسن. الراعي اهرام الاردن، اذا بقراش الجريده بعتبر حالي ناقص عندي شيء. كنت وانا ماشي بالشارع امسك الجريده هيك عين على الجريده اقرا الخبر وعين على السياره. لن يعني عليها صحتي في هذا البلد، لا بقدرش اشي بدمي، الصحافه بدمي. انا بقول لك وانا صغير يعني شو 9 سنين، هلا صار عمري يعني اقول لك 80 لا شك، خليني احكي يعني. خمسون عاماً والرأي تسطر الحقيقة، 50 عاماً من الرأي والرأي الآخر، 50 عاماً وهي تنحاز للوطن والمواطن، 50 عاماً وهي تحمل هموم الأمة شرقاً وغرباً. نحن جزء من جريدة الرأي، ومهما أحكي لك عن الرأي ما بعطيها حق لا حالياً في الوقت اللي احنا فيه. أنا عاشرت الرأي من أول عدد لغاية الآن. العمود الفقري للصحافه الاردنيه، الراي الاردن اهرام مصر، هذول الثنتين لا يعلى عليهم صحافه في العالم. مهما احكي لك عن رؤساء التحرير وعمليه الراي ما بعطيهم مش حقهم في السابق. ايوه من رقم واحد لليوم ما قطعتها ولا عدد طلع منها وما بعتوش، وبحبها كثير انا وياها توام يعني كل سكول. يعني عندي زي فنجان القهوة، إذا ما اطلعتش على الجريدة بتعب. الصحف هاي كلها بتعني عمري، إذا ما طلعتهاش كل يوم زي قلت لك بصير راسي يجاني زي فنجان القهوة زي الدواء الواحد اللي بوخ. لازم أقرأ الراي بتجيب الخبر الصحيح وتثبت كله، يعني ما إنه كلهم فيهم الخير كويسين، يعني ما بنقدر نقول هاي كويسة وهذا لا، إنه كلها أنا بعتبر إن بناتي الجرايد أولادي. يعني أنا كنت أنام على الجرائد، حط صفطة الجرائد وأنام عليها. في 2 حزيران من عام 1971 كان الموعد مع إشراقة شمس الصحافة الأردنية، المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي، إذ لم تكن حدثاً عابراً بل كانت استثناءً، وبقيت وما زالت في المشهد 50 قمراً. تميزها شرفاتها الكثيرة التي أطلت منها أسماء وازنة في الحياة السياسية والثقافية، فكانت لها صولات وجولات ولتكون بيت الشجعان وموطنهم. الرأي انتصرت للوطن في كل المحطات، ولم يثنها المد والجزر من قول الحقيقة، وأطلقت العنان للرأي والرأي الآخر، وأعلنت من الاختلاف وفاء لاسمها. كيف حالك؟ الله يرضى عليك ووفقك. الرأي نشر معرفة وتأصيل فكري من جيل إلى جيل. الرأي الإلكتروني انتشار واسع ومستقبل كله حداثة وتطور إن شاء الله. الرأي السعي للارتقاء. الرأي صحيفة وطن ذات رسالة هادفة. الرأي الأوسع انتشارا. الرأي تصنع المحتوى وليست فقط ناشرة له. الرأي الأكثر مبيعا. الرأي الدقة في الخبر. الرأي سنوات من العمل والإنجاز. الرأي
الوطن أولا والحقيقة دائما. الرأي أيقونة الإعلام. الرأي نصلك أينما كنت. ستبقى الرأي في صميم الأحداث الرياضية. الرأي تميز وكفاءة في الأداء. الرأي الصورة الحقيقية للخبر. الرأي تاريخا وأرث وطني. الرأي الإعلان والإعلام. الرأي في خدمتكم. الرأي 50 عاما من العطاء والإنجاز وعلى العهد باقي.